عسلامة ومرحبا. شنو ودكم هكا بسلطة صيفية كما نقولوا؟ بنينة برشا وزادة معناها تشبع على الاخر وباهية. كما تعرفوا معناها السلطة الأساسية التونسية اللي هي البصل والطماطم والفقوس وكل شيء، وتنجموا هكا يزيد شوية فلفل أخضر. بالنسبة لي عملت السلطة العادية معناها طماطم بصل فقوس، وزدت معاه فلفل المسير اللي هو الفلفل المنقوع اللي عنا في كبسة، ولا كيما تسمو كل واحد كيفاش يسميه. الفلفل المسير هذيك معناها قرون فلفل، قصيتهم معاهم، وزدت سردينة معناها حقة سردينة متاع طماطم. متاع طماطم هي اللي تجي بنينة راهي، حقة السردينة متاع طماطم، وفوحها شوية ملح فلفل كحل وشوية نعناع شايح اللي يحب هكا، خاصة على مطعم البصل يبنن على الاخر، وزيت زيتونة وعصرة قارص تجي هكا سلاطة بنة على بن. وباش نوريها لكم كيفاش هكا فوحتها، حطيت لها نعناع، حطيت لها فلفل اكحل، ملح، الملح ما نكثروش برشا بحكم هكا السردينة كيما تعرفوها معناها مالحة، وزادة كيف كيف الفلفل المسير معناها دوب اللي شو تنجموا تستغنوا عليه معناها خاطر ملحين هذو مزوز. وكاهو نخلطها توا، واهم حاجه اهم حاجه نحطوها تبرد. كي تبرد تجي بنينه برشا، معناها نحضروها على بكري ونحطوها تبرد وناكلوها بارده وصحه وبشفاء لكم الناس الكل. ومع السلطه اعز حاجه اذا كان هكا تعملوا معاها معناها الكسره، كسرة المخمرة ولا الخبز اللي طايب هكا في الدار على الغني ولا على الطاجين التين كما هذا طايبة على طاجين التين. هذه الكسرة المخمرة مع السلطة راهي بنينة برشا. وسيدي جا معناها هذه وجبة الغداء، تحبوا تزيدوها شوية فريت معناها معاه وكل شيء، تجي هكا وجبة صيفية بامتياز معناها من غير ما تطيبوا ولا تقلقوا ارواحكم. السلطة هذه راهي بنينة برشا، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. طبعا نقولكم شهية طيبة الناس كلها.